ناخذ البكه نادي وسبيان نادي، ما عندنا هالامور احنا. بوس من اي ناحيه؟ هذا بس على اساس لا اخذ كريدتنا صغير. بيج بوس في شنو؟ قلت له روح محرم اذا انت شايف انت مو مرتاح. تقدرين تستضيفين اداره الاهلي وتسالينه. ليش مو كيف التخمين هذا؟ مو زين كيف التخمين هذا؟ مو زين. ما عندي جواب قاعد يقول ليش ما فكرت فيه. في اشياء ما نقدر يعني مو ما نقدر نتكلم فيها لا. أنا كلاعب أنا ماني شغل، ماني خروح بس. خلا فضحة يلا. هو حاط عذره في الأندية. والله ما أعرف، قلت لك أعرف اللي يقدر يأثر يقدر يضغط. واحد من اللي سعوا. ناس وايد سعوا في الموضوع، مو بس الهاشم. والله إذا كانوا ما كانوا راضيين كذي يعني كأنك أخبر منهم. فوجئت انه كنت انتظره يطلع من المنام وتنادي. ما ادري يمكن له علاقه يمكن ما له علاقه فقط. كل كان يحترمني، الكل كان يعطيني قيمه يعني. بقول لك اسماء اوكي؟ كل شيء تبيه تغير. ان تكون صاحب قرار شيء، ما ادري يمكن له علاقه يمكن ما له علاقه فقط. وان تكون حكيم في وقت اتخاذ القرار شيء ثاني. اعرف وين انت بتوصل. انك تكون منظم شيء. ما بتكلم، ما بتسحبين مني الحكي. وانك تدعي التنظيم شيء ثاني. نهائي ما افتح وياي الموضوع عن الموضوع. امشي عدل يحتار عدوك فيك. لا لان بقول لك شيء صراحه، مو كل الأشياء اللي قالت صح. مثل يسقط على وايد مواضيع. كل كان يحترمني، الكل كان يعطيني قيمة يعني. وفي فرق وايد كبير بين إنك تدعي المعرفة بسبب أقاويل وبين لما يكون عندك تحليل منطقي سمعته من طرفين. أقول لك أسماء، أوكي؟ كل شيء تبيه تغير فيهم. كل شيء تبيه تغير فيهم. سؤال سألته كل شخص، بس اليوم اخترت لكم منه اسم واحد بس. أحمد حسن نادي. شلون؟ شلون؟ وين تبي؟ ها؟ لا أحمد لاعب عزيز علي صراحة. تبي يرجع؟ إي أتمنى إنه يوم من الأيام يرجع. ليش ما رجعته؟ لا أنا تفاجأت إنه راح الأهلي صراحة، كان دحين تحت عقد. كان مع المنام؟ إيه كان عنده عقد باقي له فترة. تفاجأت إنه راح. كنت تنطره يطلع من المنام وتنادي؟ لا ما يعني اذا لاعب عنده عقد ذي تو موقع سنه موقع 3 سنوات ويطلع عقب سنه شيء غريب صراحه. عليك احنا واحنا نسولف ونقول طلع قلنا يمكن احمد ما كان يبي يعني يمكن بعد هو ما يبي، يمكن حصل له اوفر احسن هناك، بس لا انا ما عرضت عليه شيء يعني. ما كلمت خير شر السنه. بس تفكر تعرض الحين؟ لا توليت لا يعني عقب سنه. كم وقع واحد؟ 3 وي خلاص. شرط الجزائي وايد؟ ساعدين ان انت فيها. لا انا الحين عاجبني مكان احمد حسن، بس اللي مو بعاجبني شيء واحد ما فهمته للحين. عارف سمعتوه له اكثر من جواب قبل. ارض افضل. انا يعني لعب فضلت الاهلي، اعرف ان انا برتاح هني اكثر يعني، ممكن احقق اشياء هني بعد اكثر. مرتاح في منامه، من إدارة، من لاعبين، من
جمهور، الكل كان يحترمني، الكل كان يعطيني قيمة يعني. بس إلى نهاية الموسم شوي يعني يمكن المدرب، قناعات مدرب، جت فترة ما كان يلعبني، فأنا حسيت الحين عندي أقدر أعطي، وهالمدرب ناجح يعني، ما أنا لا أحكم عليه أقول شيلوه أو شيء، والدليل أنه حقق 3 بطولات، خذ كل شيء العام، فنقدر نقول شيء فني يعني. ثاني شيء عقب الشيء الفني اللي هو العرض كان أنسب أفضل. بس أظن بس اللي بتسمعونه الحين غير. تحس ان انت ما تسرعت وتحس ان قرارك صحيح 100%؟ اي بالعكس يعني، احط قراري صح. انا دائما قبل لا اخذ القرار افكر فيه مليون مره، يعني اروح حق الورست سيناريو اول، ايش بيصير قبل انتقالي من اي نادي، يعني تحكي من محرق للاهلي، من الاهلي للمنام، منام للاهلي، فاحس القرار صح. وانت ليش رحت المنام من الاساس دم قلبك هالكثر في الاهلي؟ عرض افضل بس. بس يعني في أشياء ما نقدر يعني، مو ما نقدر نتكلم فيها، لا عادي أتكلم فيها. بس أنا من نوع اللاعبين اللي حتى صرت فري ايجنت ما أحب أدش ريس. ريس يعني لا أتكلم عنه يعني، ما أروح حق هالنادي أقول هالنادي أعطاني هالكثر، هالنادي أعطاني هالكثر، أدخل روحي في ريس. أنا اللي أستحقه أخذه يعني، حتى نادي ثاني يعطيني أكثر، بس أنا مقتنع إن هالمبلغ أو هالصفقة هاي أريح لي. I go for it على طول. الأخطبوط. من الأخطبوط؟ تخمن. من الأخطبوط؟ ما أعرف. أنت تايجر. أوكي. صح؟ حسب الشخصية في البرنامج. هي شخصية في البرنامج. خمنها من؟ ناسب من؟ ما أدري. من شخص جديد يناسب لقب الأخطبوط؟ ما أعرف والله. ما أسمعهم يضحكون اللي وراي. الحين اللي يبون يعرفون بتخمن من الأخطبوط. هم يعرفون الأخطبوط؟ هم يعرفون الأخطبوط. كلنا نعرف الأخطبوط. الأخطبوط يمكن اللي يسمع أقول الأخطبوط بيعرف إنه هو الأخطبوط. ما أعرف والله ما أعرف. مساعدك أكثر؟ شخصية، شخصية أخطبوط يشارك. أساعدك أكثر؟ ما أعرف والله. خمن، فكر شوي، شغل مخك. حاولت أفكر يا الله. لاعب. جاري، مدرب. شيء بساعدك وايد. شخص. يعني شخص هو اللي تقريبا كأنه هو اللي يدير كرة السلة. مسؤول عن المفاوضات، التعاقدات تحصله موجود، نصايح تحصله موجود، إدارة تحصله موجود. كل شيء تحصل، كل مكان تحصله موجود. كل مكان. كل مكان موجود. كلش مو كيف التخمين، مو زين. زين. ساعدك أكثر، ساعدك أكثر. شلون ساعدك أكثر؟ واحد لما رجعت الأهلي حتى ما كتب لك ويلكم باك. ما كتب لي ويلكم باك؟ ولا نزل لك في حسابه ويلكم باك أحمد. مع إنه مفروض هو أول واحد ينزل لك ويلكم باك. بعد إذا أحين ما عرفت ما أدري شو بسوي فيك. لو في كذا واحد قولهم تختار. على من كذي بعرف، أعطيني خيار لاعبين يجيبوه. ما أعرف من كذا واحد ما نزل لك الكمباك حق الأهلي. قولهم في يعني كذا واحد نزل لي لاعب ولا عشان أعدل، أعرف أعدل أسامي مين. مو هذا هو ما ينعرف له. هاي هو هاي ما ينعرف له، عرفت؟ ما تعرف هل هو إداري، هل هو لاعب، هل هو رئيس جهاز، هل هو الجمهور، هل هو الجودفاذر، هل هو شنو بالضبط؟ ما تعرف. هاي القبوج ما تقدر تقطينها على أي واحد. تقدر. زين قول، بقول لك أي واحد صح منهم. لاعبين يعني عدنا سامي لاعبين. ما عليك قول لي. شنو أنا أعرف عدنا سامي لاعبين أو جايس لاعبين. أحمد هاي آخر مساعدة بعطيك إياها. شخص ممكن. يعني ما يحبذ ان انت اصلا ترجع الاهلي ولا تعتزل في الاهلي ولا تكون في الاهلي. بعد اسهل من كذي يعني قدمت لك الجواب على طرف من ذهب. ما اعتقد يعني الشخص اللي في بال اللي في بالي هشام. ما نزل لي هشام. على عقلي لو كذا
شلون برونو بس العديد زين ما تقول إنزين المواصفات اللي قلتها تنطبق أكثر على فيشوم ولا على برونو في شنو في الأجن المواصفات اللي أنا شرحت لك إياها الأخطبوط بالمواصفات اللي أنا قلتها تنطبق على من أكثر فيشوم ولا برونو في سوالف قلتي صفقات وشذيرة برونو سوالف قلتي صفقات وشذيرة برونو إذن الأخطبوط هو برونو يناسبه له نعم أخطبوط محمد غربان يعني من الأشخاص اللي أتى فكرة يعجبني جدا ذكي لاعب ذكي وكان لاعب خطير وما زال خطير ينخاف منه كمخ في الملعب محفوظين الأهلي فيه للأمان للأمان الأخطبوط نايس أعجبك؟ يناسبك صح؟ الاسم حلو أعجبك؟ الاسم يناسب ليش يناسب؟ الاسم حلو مو مهم الأخطبوط الاسم الأخطبوط حلو زين يناسبك ليش؟ الاسم حلو لا الأخطبوط يناسبك ليش؟ ما أدري يعني ليش زين أنا ما أعرف ليش سميتين أخطبوط؟ على أي أساس؟ لأن ما أعرف الصراحة بأي صفة أتكلم معك جواب صريح ما عارف بأي صفة أتكلم معك ما عارف بأي صفة إن شاء الله بس تذكرين العيش والملح بحاول يعتمد عليك أوكي برونو أقول لك ولا محمد شنو يعجبك اللي تشوفينه أنا أحب برونو أكثر اللي تشوفينه يعني الحين أحب برونو أكثر عقب شوي بحب شيء ثاني اللي تشوفينه من يكون برونو؟ محمد غربان من يكون محمد غربان؟ لاعب سهلة في النادي الأهلي ولاعب منتخب سابقا وبعد بس تكتفي بهاي التعريف حق ايه؟ نفسك؟ موظف بنك بحرين الإسلامي بس بس وتكتفي واكتفي ومتأكد ايه اوكي هاي صفاتك الرسمية خلنا نقول قل لي في الحقيقة أنت شنو أو أنت من أو شنو تكون بالضبط في السلة؟ أنا كابتن نادي الأهلي في كرة السلة. كابتن نادي الأهلي في كرة السلة. بما يعني؟ كابتن الفريق. مهامك؟ مهام كابتن الفريق دائما يكون حلقة الوصل بين اللاعبين وبين الإدارة. يعني يسهل أمور الإدارة ويا اللاعبين والعكس صحيح يسهل أمور اللاعبين ويا الإدارة. وتحس إن على يعني مدار هاي الوقت اكتفيت بهاي المهام فقط؟ يمكن مو بكل شيء في شوي زيادة. شنو الشيء زيادة؟ لا يعني في كباتن فرق في كل الأندية. بس على حسب إن شلون هاي كباتن الفرق يعني النادي عامل هاي اللاعب أو الإدارة عامل هاي اللاعب. أنا يمكن وأشكر النادي على هاي الثقة وهاي أنا يمكن قاعد أتعامل النادي سبيشل في أمور وايد يعني سبيشل في أمور وايد وشنو اللي خلي برونو في هاي المكان يعني شنو اللي يوصلك في ذي المكان بتقول لي إنجازاتك والخبرة وهاي الأشياء لا مثل ما قلت لك ممكن الكابتن ممكن يقدر يقوم بهالمهام ما أقول إنه أنا لا لأن أنا أقدر أقوم بهال يعني مو شرط إن محمد غربان هو بس الوحيد اللي يقدر يقوم بهالمهام. في بعض الكباتن ما يقدرون يقومون بهالمهام. إنه مثلاً أنت شلون تود اللاعب عند الصوب شلون اللاعب هاي مو كل من يمكن يمتلك القدرة إنه هو يقدر يسوي هاي الشيء. يمكن محمد غربان يقدر يسويها ويمكن ما يقدر يسويها. نشوف إن هاي الشيء صح. إنه شنو يدش في شغل إداري وشيء؟ لا مو صح صار صرت إنه. يعني هاي ترى أكبر مشكلة هذه تصير يمكن في عديد من الأندية. ساعات يمكن لازم كابتن الفريق بس يقوم بمهامك كابتن الفريق ترى مو دائما زين ان انت تعطي صلاحيات اكثر او ان تخليه يسوي اشياء اكثر لان يمكن هذا اذا اعطيته يمكن صلاحيات اكثر يمكن تنقلب عكسيه على الفريق
حتى احنا يمكن بعض الامور يمكن قلبت عكسيه. غلط بعض الاشياء صح بس في الاغلب غلط. ايوه انا شغل دوري خلي عقلي دوره وال... اللاعب يشوف شغله. بس الحمد لله اكثر الاشياء كلها نجاحات. تعرف انا شنو سميتك؟ شنو؟ عاد عجبك ما عجبك بنمشي الاسم بنمشي. اوكي؟ بس علب من الاسمين. اوكي انزين. اكو في اسمهم ثعلب. انا بقول لك صفاتك انزين؟ وانت اسقطها على الاخطبوط، لا تخلينا نسقط الاخطبوط عليك، اوكي؟ انا ما اعرف اتكلم معاك بصفتك شنو، اتكلم معاك بصفتك لاعب او اداري او مدرب. ايوه خليني احط ريل على ريل وكمل. لا شوف لا كمل بس بقول لا بس لا شنو بعد في زياده؟ كملهم عاد. شنو بعد في زياده؟ لاعب اداري مدرب. ترى بقول لك شيء، هاي مثلث كره السله. مثلث هو في لاعبين، انت لاعب، انت اداري، انت انت كابتن الفريق، انت كابتن الفريق هو اللاعب، انت اللي تقعد تدير كرة السلة بطريقة ما، انت اللي مسؤول عن الميزانية في 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 ادير كرة السلة في البحرين. والله في هاي خليني اكمل. لا قائمة تطول. اوكي القائمة تطول. زين انت اللي تدير كرة السلة في البحرين، انت اللي مسؤول عن الميزانية في النادي الخاصه بكره السله، انت المسؤول عن التعاقدات، هاي طلب انت أبي مسؤول عن الميزانية. المفاوضات انت شنو بالضبط؟ مسؤول عن المحترفين، مسؤول عن المحترفين شنو؟ ابي ادير الميزانيه، ابي ادير الميزانيه. لا لا والله لا. بالنسبه حق الميزانيه، ميزانيه النادي الحين الاخطبوط يناسب ما قلت. لا لا لان بقول لك شيء صراحه، مو كل الاشياء اللي قالت صح. في اشياء بدون انا كابتن فريق. شنو الشيء؟ خلني الحين انا كاتبتهم في ميزانيه النادي عندي. انا كاتبتهم في لسته، خلينا نحط اكس. حط اكس على شو اسمه؟ كابتن الاهلي صح. المسؤول عن السله في الاهلي صح. البيج بوس في كره السله صح. الجود فادر صح. يدير كره السله في الاهلي مكرره. مسؤول عن الميزانيه. لا لا لا. ها؟ لا لا. مسؤول عن الميزانيه غلط؟ الميزانيه اي شنو الميزانيه؟ غلط. مسؤول عن التعاقدات. لا لا مو مسؤول، شريك في التعاقدات مو مسؤول. فنان يعني. فنان شلون؟ فنان يعني. انا ترى من اللي يعجبني. اثر بنسبه كم؟ 33 احنا كم؟ اي احنا ساعات المدرب ساعات يكون موجود ساعات ما يكون موجود. انت برونو. فالمئة على 33 تقريبا صح؟ مؤثر في التعاقدات. 33% مؤثر صح بس مثل ما قلت 33% يعني مؤثر بنسبة 90% خليني أقول. يشتغل سيلز ترى. لا مو بهالنسبة الباجي يعني 5% ظلمتيهم، في ناس تشتغل في الأهلي. لا حرام، أنا ما أحب أظلم حق أحد. هو تيم وورك، هو عنصر من التيم. هو يقول إيه ويقول لا. من؟ برونو. يحكم. هو يقول عن نفسه كيفه بس أنا ما أحكم عليه. أو على إدارة كاملة بشخص. الحين مثلا لي لجنة المنتخبات يقول لي مثلا والله العجمي 100%. لا لا العجمي بدون التيم اللي وياه ما يسمى، ما يحق. شوف احنا أول ما جينا كنا شباب مياودين، عطونا ثقة مجلس إدارة مشكورين عليها. بالعكس مو غلط انك تستفيد من لاعبين ومن ناس عندهم خبرة. يعني اوكي ممكن نبرونه بحكم انه متواجد في الفريق، اوكي يعطي اراء او يعطي ذي، احنا كلنا لازم نتفق على الراي يعني. زين نتفق على هاي الارضيه ان هاي الصفات اللي اتكلم معاك على اساسها. بيج بوس من اي ناحيه؟ بس على اساس لا اخذ كريدت صغير. بيج بوس في شنو؟ ان انت شخص جدا مؤثر في وسط السله. اوكي اوكي صح يعني جدا. أوكي. مو بنسبه بسيطه ولا يعني على حساب مجرد راي ولا مجرد نصيحه، انت شخص مؤثر في قرارات وايد قاعده تصير في وسط السله. ترى الامانه ان الناس وايد ترى يسالوني، وبالعكس انا حتى اليوم حتى في المقابله ولا بدون مقابله اذا اقدر اساعد اي شخص بساعد، خصوصا في اللاعبين يعني. اذا قدرت اساعد اللاعبين بساعد اللاعبين. بالعكس هاي شيء زين يعني انه الواحد يساعد اللاعبين. اوكي خلينا
خلني أبتدي في الأهلي. طبعاً كنادي الأهلي إحنا مطالبين كل سنة بطولة. بدون بطولة ما بترضي لا طموحنا ولا طموح جماهيرنا. بدأت لكم بأحمد حسن لاعب في الوقت الحالي كل العين عليه، أفضل معدل تسجيل ثلاثيات من بدأ الموسم للحين. وقلت لكم مكانه في الأهلي عاجبني، بس القصة على بعضها مو براكبة في مخي. طلعته ورجعته. طلعت أحمد من النادي، مع أنها هاي يمكن في بعض الأشياء تكون إدارية، أوكي. طلعت أحمد من النادي، أرصدت ميزانية واعتبار من النادي، أوكي. كان فترة اللي يعني عقب ما مارس مو الشيخ ناصر إنه ما يكون في تجاوزات، ما يكون في جزء. فكان إنه لازم في يعني كوضع ميزانية لازم يصير وايد تضحيات في الفريق. تضحيات من اللاعبين كلهم يمكن 3-4 لاعبين ضحوا في ذا الموضوع. أساس بس الفريق يتم. وبعد يمكن ما نجحنا إن الفريق يتم. إحنا كنا نبغى أحمد إنه يتم، بس بسبب وضع الميزانية ما قدرنا حتى ان نحافظ على احمد. احنا من النادي، احنا الفريق النادي، كلنا نبغى احمد. احنا كنا ماخذين بطوله ويا احمد. حدد لي الاسماء اللي كانوا يبون احمد قبل لا يروح المنامه. ما في ولا واحد ما كان يبي احمد قبل لا يروح المنامه. ما في ولا شخص ما يبي احمد قبل لا يروح المنامه. اوكي، معناته اذا ما كان في اي شخص ما يبي احمد يروح المنامه ويبي يضل في الأهلي، على الأقل حتى لو الأوفر اللي بينعطى حق أحمد يكون أوفر يقدر يقبل فيه. يقدر. أحمد. أنا حتى لو فرق بسيط أنا أعرف شنو اللي أستاهله I go for it على طول. لا الحين أنا بخالفك، بقول لك ليش. شوف أحمد، أنا ما أعرفك ثاني. بقول لك من معلوماتي ومن اللي حاولت أعرفه عن أحمد ومن اللي درسته عن أحمد، أوكي، ومن الحين يعني نقاشنا اللي مدته 20 دقيقة يمكن. مصاعي يوم قلت لك لو المنامة قالوا لك بتلعب وبتحصل الدقائق اللي بتحصلها وبتكون مرتاح، لو يالك الأوفر من الأهلي بتروح؟ قلت لي لا. أعرف أن أنت اليوم لا، بس أنا يختلف هناك، عندي سنة ثانية يعني. ما عندي أنا فري ايجنت. معليش، أنت اليوم تقول لي أن أنا يهمني في المقام الأول الأوفر عشان أنا أعرف قيمة نفسي وأعرف أنا شنو أستحق، أوكي؟ بس بعد أعرف أن كثر ما يهمك الأوفر بنفس القدر يهمك أن أنت تكون في سيتيويشن مريح بالنسبة لك، وأن أنت تلعب وتلعب وتلعب، صح؟ يعني أحمد نزل الأوفر، أنا أبي أصدق، حلو؟ أوكي. أبي أصدق أن كل من ما كان يبي أحمد يطلع من ضمنهم أنت. كل من ما يبي أحمد يطلع. يبونه يضل. إيه والله ما في ولا واحد يبي أحمد يطلع. أنا الحين أقول لك أبي أصدق. وخليك تصدقين بعد. إيه أبي أصدق ذي وأبي أصدق أن من ضمن ذي الناس أنت. أوكي. حلو. إيه. ممكن أصدق لو كان الأوفر اللي نعطى حق أحمد أوفر يساعده أنه هو يتم. أوفر مو بكأنه أوفر تقولون لا أحمد اطلع. وضع النادي على الرغم من أن أنتم كنتوا كلكم تعرفون أن أحمد لاعب مؤثر مهم في الفريق، وجوده مهم، المراكز اللي نحتاجها في الفريق بالضبط. ومو بس كذي، حب المكان، عدل مكانه، حس أنه هو مكانه. وأنا أقول شيء بعد، أساس نتكلم في هالموضوع. أيه؟ فكنت تقول أنت مؤثر لا بشكل كبير لا. في ناس تتكلم عن أحمد برا، وتبغى يمكن نادي محرق يوم كان ولا كان في أي مكان، يتكلم عن أحمد، أن أحمد مو منتظم.
احمد ما ينزل تمرين ما يحب يتمرن هاي. احمد اليوم وحتى يوم كان قبل ويانا هو صباح وهشام من اكثر اللاعبين التزاما في الفريق، ما يغيب ولا تمرين، دائما يعطي التمرين بجديه. ومن اهم يعني شوفي ترى احنا في السله في له بوزيشن نسميه البوينت جارد. بوينت جارد في البحرين يعني من سنين انه كانوا معروفين بس كله اثنين ثلاثه زينين اللي موجودين في الساحه. فكل من يعني كل من يعرف انه شنو احمد لاعب ثمين حق اي فريق يروحه. يعني قبل فتره كانوا مثلا يعني ايامنا قبل كانوا احمد عزيز، حسين شاكر، واحمد حسن. كانوا هم الثلاثه اللي كل هاي الصفات اللي قاعد تقولها ما شفعت لانه هو يحصل التقدير اللي هو يستحقه عشان يظل في الاهلي بالضبط. في المكان اللي هو يبيه فيه. فيعني لو انا كنت مكان احمد في من اليوم لباكر ما بمدح فيه. انا كنت مكان احمد بمشي من النادي الاهلي. انا كنت مكان احمد بمشي من النادي الاهلي. لو كنت في عمره بمشي من النادي الاهلي، كنت بمشي من النادي الاهلي. انت عرفتين الاوفر اللي انعطى احمد كم؟ كم ما اعرفه، بس اقول تعرفين كم؟ انا اقول يا انه هو كان عقد بالنسبه لك يعني كلش ما ينبلع علشان بيخليك يعني تاخذ هاي القرار اللي ان انت تطلع من المكان اللي انت بالنسبه لك عود مكانك مرتاح. فهل العقد كان وايد يعني قليل في حقك لدرجة إنه خلى عندك ذي القوة إن أنت بروح؟ ممكن في شيء بسيط من هالشيء، بس ما كان يعني كلش يعني. بس في النهاية أنا كتر نص؟ خلنا نرجع حق برجع شوي حق طلعتي من المحرك. أنا بقول شيء واحد بس، قول. أنا سالفة بعد فيها تقدير. أنت تحكمني عشان شنو أنا كلاعب؟ أنت تقيمني عشان شنو؟ أنا أسأل مثلاً أنت كإدارية يعني في شنو تقيميني؟ عطائك، أدائك، التزامك، عشان كذي صح؟ زين إذا أنا أحقق إياك أشياء أنت في النهاية تقدرني ولو بشيء بسيطة يعني. فأنا ما أحس إذا مكانه ما أحس فيه بتقدير، ما يهمني حتى ترى المبلغ أو الأوفر، أمشي منه. بس موضوع الأهلي بالعكس، ترى أنا كنت بجدد حتى قبلها بخمس شهور. زين تأخر الموضوع، أنا أخرنا الموضوع. صار قلت لك موضوع ميزانية يعني أنا تساعده وكيت كيت 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 ويا يوفر وما عجبني يعني. بس ما كان يعني بس ما عجب، ما يناسبني. أنا محقق لك خمس بطولات مثلاً بس ما يناسبني مثلاً هاي. أنا أحترم بالعكس، أحترم النادي اللي يجي يقول مثلاً هاي الماكس اللي عندي توافق عليه أو لا. بس أنت تعطيني أقل من حقي وكذي ما لا وما أدري شنو، لأن أنت تقيمني على الأداء اللي أنا أسوي أو الإنجازات اللي حققها إياك. بس من كذي فضلت أنا ترى من هون. كان النص اللي تستحقه أقل بوايد من اللي بعرف إيش كثر يعني شنو بعرف الرينج، ما بعرف يعني قيمة العقد، بس بعرف قول لي أقل من ثلث. ثلث اللي تستحقه؟ النص ما أعرف شو أجيبها صراحة. وأنا كل شوي في الحلقة بتم أذكرك زين إن الناس بتسمع شنو قاعد تقول، فخلهم يصدقون اللي قاعد تقوله. أوكي خلي يسمعون وخلي يعرفون إنه أنا شنو أقول. كم نزل من أحمد؟ كم؟ يمكن نزل مبلغ ما يشفع حق أحمد إنه يكتب في النادي اللي صح؟ أقل من النص؟ خلينا نقول النص يعني تقريبا. نص اللي تستحقه؟ تقريبا. وايد؟ مو شوي؟ يعني ما تلوم؟ لا من يلومني في حي يلومني كان؟ أنا يعني أقرر ألومك ولا لا؟ فصدق ما تلوم يعني. بس المبلغ اللي نزل من برونو ضعف مبلغ أحمد. بس أنا اخترت إني أتم في نادي الأهلي، مو لأن أنا أحسن من أحمد أنا اخترت. أنا وصلت لعمر وأنا ما ببدل فريقي. وأنا لو كنت في سن أحمد بانتقل. مدخلة تفضلي. اوكي عقدك اصلا وقتها مقارنة باحمد كان نفس المبلغ؟ قريبين من بعض. قريبين ايش كثر يعني؟ قريبين من بعض. في فرق يعني قريبين؟ يعني اذا انا حصل 4000 وانت وصلت النص 2000 والشخص الثاني حصل 1000 صح وصار 500، في فرق. في شيء يحكم سهل صح؟ العقود موجودة.
اتحادات ومؤسسة. قول لي عشان احنا نحكم الحين. انا ما اعرف بالضبط كم. انا قريب من احمد. اوكي؟ قريب ايش كثر بد؟ قد احمد. انت قد احمد؟ انا قد احمد. انت قد احمد؟ قد احمد. عقدك أوكي؟ نفس عقد ايه. احمد؟ انا نزلت. معقولة؟ انا نزلت ضعف احمد. شو راجع لي انا اخترت؟ ليش انا اخترت؟ هو من حقه انه ما يختار ترى. واحمد اللي سواه انا كنت وجهة نظري 100% صح. انا ولد النادي الاهلي اليوم زين، انا متربي من عائله، انا ساعات اقعد يا ابوي مثلا في البيت اقول له انا، يقول لي لا تفتح الموضوع، شنو مشكلتك بزات والله هاي لا تفتح الموضوع، خليك محلك اسكت، خليك في النادي، بيتنا عائلتنا، انا من عائله اهلاويه بحته. احمد يوم كان صغير بعد كان من عائله اهلاويه، بس احمد تربى طول حياته كيف نادي محرز. انت شخصيا كنت تبي؟ والله العظيم ابوي ما في ولا شخص في النادي ما يبي، ولا شخص في النادي ما يبي. ترى هاي الموضوع انت يمكن تفكرين انه بيسبب لي انا ضغط، انا كنت ابي الموضوع ينطرح لان في ناس وايد قاعد تفكر عشان تبرر نفسك. لا ما برر نفسي، اساس ناس تعرف حقائق، في ناس وايد ما يعرفون هاي المواضيع. بس انا في الاخير يعني احنا في الاخير هاي مستطيل، هاي داخل النادي يعني اداره السله، والله احنا كفريق يشتغلون داخل دي المستطيل، اذا كل من بيجي يسمع حكي اللي ينقال برا ما بيصير فيه شغل، ما بيصير فيه تركيز. اوكي، فالحقيقه ان انت عقدك كان نفس قريب جدا، قريب جدا من احمد، وكلكم نزلتوا مو كلنا في ثلاث اربع لاعبين نزلوا. من على عقيل؟ ايه على عقيل، مو من النزل بس ان على عقيل اتوقع كان فري ايجنت بيكون. مجين. اوكي، صباح وحسن العربي وانت انا وصباح وحسن، انا وصباح وحسن العربي وعلي عقيل. احمد ما اخذ الاوفر، احمد ما اخذ الاوفر. لا اقصد بس هاي اللي نزلتوهم. احنا في الاخير يوم عرفنا ان احمد بينزل هالكثر، انا واحد من اللي قلت حق الاداره قلت ما بوقع اللاعب، نادينا ما بوقع. بس مو موضوع ان الاداره ما كانوا يبونه، كانوا يبونه بس هاي الوضع، هاي لازم يصير. انزل لو انا ما ضحيت ونزلت يمكن حتى هشام ما يتم فيه. احمد حسن ما ضحى، الناس ما تدري عنه. من احمد حسن ما ضحى؟ صباح تربى، صباح نفس الشيء، صباح ابتلف الحل بعدين كمل مسيرته كلها في نادي الاهلي. انا قاعد اقول لك لو كنت انا مكان احمد كلاعب محترف انا معاك برونو، بس يعني في وقت غير متوقع، وقت هو كان في البيك ماله، حقق معاكم انجازات وايد عوده، يعني كانه واحد شنو صار حقق كل ذي معاكم يعني صار عندنا المقابل اللي بيحصله هاي زين. شنو الحوار؟ ليش ما قلت انا المقابل اللي حصلته مو بزين؟ لان انت قلت توك انت يعني ليش ما قلت المقابل انا حصلته مو بزين؟ انت مسالم، انت ضحيت. ليش ضحيت زين؟ ما تنطر من احمد يسوي نفس اللي انت سويته. ادري ومفروض احمد ما يسوي اللي يسوي، المفروض احمد اللي يسوي. احمد مو ولد النادي بعد انه مو بس كذي، يعني المكان اللي انت فيها في النادي الاهلي وفي اداره كره السله زين تحتم عليك ان انت ما تحتم. لا لا تحتم عليك، انا لاعب محترف. لا 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 تحتم عليك، انا لاعب محترف، انا في الاهلي في المنامه لاعب محترف، ترى احاول اسوي اكون بنفس اكون مخلص في ذي في النادي بنفس المواصفات. لاعب محترف معناته تكون لاعب محترف فقط، تعامل كملاعبه يعني كمعامله لاعب محترف فقط. بالضبط. فقلت فانا قاعد اقول لك لا، انا المفروض اتعامل في نادي الاهلي كلاعب محترف فقط. انا كنت من بدايه الحلقه الحمد لله النادي عاطني، النادي عاطني فقط. فانا قاعد اقول المكان اللي انت فيه تحت هم يستشيروني، يسالوني ايش رايك والله هذه، وثم انا اشكرهم على هاي الثقه. ما يسالون اي احد، حتى الانديه الثانيه ما يتطرقون حق اي شخص انه يروحون يسالونه. والله ليش وقتها هشام كان بالنسبه لك اهم من احمد حسن؟ انا عندي مو هشام ولا اداره الاهلي، انا عندي كان لاعبين الاهلي اهم مني. شلون؟ هشام هاي اول عقد وقع في حياته. اتوقع هشام يروح بيقعد ترى بيمدح في هشام. انا لو كنت مكان هشام يوم عمري 29 28 27 تراجع في البيت ما العب، ما ارضى بالمبلغ اللي انا كنت استلمه، بس القانون كان يحتم انه هو لازم يلعب، لان القانون كان لازم عقب 30 سنه انت تصير لاعب حر. هشام كان مظلوم، هشام كان مظلوم. الحين يوم يدور هشام اول مره في حياته يوم صار عمره 30 سنه انه بيترزق، الكل كان يقول اكو سووا حق هشام طول عمره ما يعني اللاعبين اللي كانوا يستلمون ترى ضعف هشام.
انتم ما تدرون بهالشيء. هشام ام في بي سنتين ثلاث سنوات في الدوري صح؟ كلنا انا احمد ميثم مستلم ضعف هشام ترى. زعل احمد وقتها؟ لا والله ما زعلت ولا نقطة؟ يمكن شوي كلش والله بس شوي يعني اللي زعلني شوي لان انا كنت مرتاح بس ما زعلني شيء لا يمكن زعل ما ادري صراحه هو ما صار بس انا وجهت يعني انا كان يقدر يضغط وكان يتواصل لي يعني اتذكر بعد حتى قبلها قبل اوقع انا منامه بيوم كان يحاول يتواصل لي على طول طرش له مسج وقلت له مبروك وهاي كل شيء زين قلت له لا تسمع اي شيء من برا ترى ما تدري ان الناس شنو بتقول من برا هاي يعني انا ليش قلت يعني ايام لان في ناس اول شيء طلع حكي اوريدي لا طلع كلام برا اوريدي طلع كلام برا ان بروني يوزع الكيكه بس انا رفضت يعني. حتى ما قلت له حتى ما كان يدري ان انا بوقع المنام انا رحت ليلات وزع الكيكه حق رابعه جن هاي السجله ما اخذ الكيكه مضروب ما اخذ الكيكه هاي مو صدق يعني والله مضروب انا قلت التمست لهم العذر ايوه احسن النيه لو شنو زين اذا بنحسن النيه بنقول انه شنو انه ما عندهم ميزانيه أي. واذا بنسيء النيه شو بنقول سنيه بس ما تبيني خلاص بس ما تبيني خلاص واضحه يعني والله يعني اكو انا قاعد اقول لك انا الحين عندك كل هاي الصفات اللي قلناها أيه. وتقعد تجابلني أيه. وتحط عينك في عيوني أيه. وتقول لي مضروب والله يعني مو بانه مضروب انا اخترت هالشيء في الاخير هاي قرار يعني انا اتخذته اقدر كنت ارفضه الحين عشان خلصت من موضوع احمد حسن كل شيء عندي فيه برونو سبب كل شيء انت يمكن اخبر مني يوم انت ما عطوك العقد اللي انت تبي برونو كان السبب لانه هو كان يشوف كذي وهو المؤثر وهو الشخص اللي يعني قلنا 95% مؤثر في اداره السله في 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 الاهلي بشكل اساسي اوكي والدليل او مو الدليل او الشيء اللي بستند عليه عشان اقول ان برونو هو السبب ان يوم انت رجعت الحين من وقع وياك من تفاوض وياك إذا هو قبل سنة طلع من الأهلي لأنه بيتر أوفر كان عنده بيتر أوفر عقب سنة يرجع بيتر أوفر الأهلي علشان تغير في يوم وليلة علشان في بيتر أوفر إيه؟ الميزانية تغيرت في هاي الفترة زين بس أتوقع في قرار واحد أخذ ما مر على إدارة السلة كلها مو بس برونو يعني ما أدري إذا توافقني لو عندك كلام ثاني عودة أحمد حسن الكل يعرف قرار من شنو كان دورك كرئيس جهاز كرة السلة في النادي الأهلي قرار من يقول لي أنت مو اللي عرفت اللي أنا متأكد منه في موضوع أحمد اللي صار إن رئيس النادي تكفل بذي الموضوع يعني حتى في ناس يقول لك إن اللاعبين ما يبون من ليش كانوا مصرين على أحمد من اللي مصر إدارة النادي مجلس إدارة ولا إدارة السلة مجلس إدارة النادي لأن اللاعب يفيد الفريق وكان قلت لك في النقطة اللي قبل زين ما في ولا لاعب ما يبي أحمد حسن معناته برونو وقت اللي هو طلع زين كان في مجال إنه ينضغط على إدارة النادي إن هي مثل ما تكفلت في عقده الحين كانت تقدر تتكفل فيه قبل سنة صح فهذا الشيء ففيش في حلقة مفقودة في حلقة في لا لا مو حلقة مفقودة بقولش الموضوع بالضبط مو حلقة مفقودة يمكن إحنا ساعات شو أقول الحين مثلا أنا أقول هذا اليوم شاطرة في تقديم المقابلات هاي صح؟ أنا أقول والله لا خلت تروح هدى حصلت أوفر خلت تروح من يبي أحسن من هدى ما يبني أحسن من هدى ما يبني أحسن من هدى فنضطر وهاي ترى حال في الرياضة في البحرين بشكل عام صار كذي ترى كل المحترفين الموجودين هنا في الأندية النادي شو يقول خليه يروح بيب غيره أريد يرجع حق نفس اللاعب ليش ما يتحرك في هاي المرة وفي رجعة أحمد حسن ما كان منك إن في ما كان باقتراح منك اذا صح. انت مدرك انه انا ما قلت لك اوكي انا بقول شنو وصل يعني على المثل انا شنو وصل لموضوع احمد ان احمد في شانس ان احمد يقدر يوقع في نادي الاهلي حلو من الاداره فوق يمكن مجلس اداره شيء زين وش قلت زين قول لي ايش قلت حرفيا وقتها بالضبط بقول لك لا برونو
اللي قلته اللي قلته بالضبط اللي انا اعرفه انه ما في ميزانيه في النادي. اوكي صح. زين سؤال مجلس الاداره حق انتم، يعني اذا بتاخذون مثلا حق لو بتاخذون اللاعب، هاي طبعا السؤال توجه حق الاداره، اذا انتم بتاخذون اللاعب الاداره قالت هاي حرفيا احنا ما عندنا مشكله ان اللاعب يكون موجود عندنا بس على رصد الميزانيه الموجوده احنا ما قاعد نتعاقد يا اللاعب. معناته شنو؟ وكان في تصويت والاغلبيه، يعني مو اغلبيه، الكل وافق على الصفقه. قال احمد حسن يخلص يخلص لو شنو اللي هم من اللي صوت على هاي الموضوع؟ رئيس النادي. انا بتصرف اتكفل. انزين رئيس النادي عنده سلطه، بس عنده سلطه، رئيس النادي يقدر يشيلني اليوم، يقدر يخليني، يقدر يودي هاي، يقدر فلان، هو رئيس النادي في الاخير. انزين احنا كجهاز سله من اللي حطنا؟ مو رئيس مجلس اداره ومجلس اداره. أول شيء غلط إن معلومتك إنه غصبا علينا ولا ما ندري عنه ولا ذي، لا غلط، كلنا ندري خطوة بخطوة. اللي أعطانا الصلاحية إن إحنا، أو يعطينا صلاحية إن إحنا نفاوض لاعبين، نكلم أحد، هو مجلس إدارة ورئيس النادي. فإذا رئيس النادي حب يستعمل هالصلاحية، صلاحيته ولا لا؟ بالضبط بالضبط. يعني أنا قلبت الموضوع في مخي مرة مرتين. المنطق يقول إذا الكلام اللي قاعدين نسمعه صح، خالد كان بيقول لهم لا تشيلون هم الميزانية، خلصوا مع اللاعب، تفاوضوا معه، لأن هذه شغلهم. وإحنا كنت كل يوم، يعني أو كلنا يعني تقريبا الجهاز، إيش صار على أحمد حسن، وين أحمد حسن، بيخلص ولا لا؟ فكنا بس ننتظر يخلص مع المنامة. بالعكس كلنا متواجدين، كنا حتى في التوقيع ما في اي مشكله. وليش رئيس النادي يتكفل بالصفقه؟ ما تعرف شنو صار؟ بس كذي تروح على وجهك ما تدري شو السالفه؟ لا انا بكلام برا اعرف بس ما اعرف. اللي هو شنو اقول لي؟ يوم جاوبني عليه. كلام برا يعني انه مثلا اداره السله مثلا ما عندها الباجيك حق احمد حسن. ما عندها كذي، ما عندها الامور، ما عندها بس هاي لا سمح الله. زين الشيء اللي يعني مثل ما قلت انت، الشيء اللي حس في خاطرنا احنا ليش ما خليناه قبل؟ احنا كنا نبيه قبل والله العظيم. هاي الشيء اللي حس في خاطرنا، زين ليش خليناه يطلع؟ تفهمني انه يوم الحين وقع احمد حسن ما قلت انه ليش يوقع بهاي العقد واحنا في هاي الضائقه الماليه او الميزانيه المختصره، واحنا كنا معطينا عقد اقل وهو المفروض يجيب ذاك العقد الاقل. يجيب ذاك العقد الاقل زين. صح زين بس احنا هاي اللي قلته، فانت شلون تبيني انا شلون تبيني اصدق ذي واصدق ذي؟ اوكي الموضوعين متناقضين. حال النادي لا مو متناقضين، حال النادي ماديا يختلف من كل سنه لسنه. احنا كم كنا نصرف قبل سنتين؟ كم قاعد نصرف قبل سنتين؟ بالنسبه لي ترى النادي بعد قاعد يشتغل، ترى قاعد يستثمر، يحاول يطلع مدخول. كان بامكانك ان انت يعني خلاص، بس أنا انت كنت يعني كان في مخك ان احمد حسن كان هذاك الاوفر الاقل بالنسبه له، ليش الحين يجيب هاي العقد مره ثانيه؟ على حفاء يعني يمكن ما اعرف انت شلون تفكر، يعني يمكن انه لو كان في بجت الاولى ان اداره السله هي اللي تديره بالطريقه الصح وبالتوزيع الصح اللي تشوفها تخدم الفريق. بقول شيء صح كلامي ولا صح؟ لا صح كلامك 100% يعني انا متاكده 100% صح 100% صح 100% صح. الحمد لله الحمد لله. ما يهمني والله، ما يهمني والله، يهمني أدي عليه اللي عليه في الملعب وألعب عشان الشعار بس، ما فيكم. وشلون كذي حنتوا يا بعض؟ يعني أنا أحس إنه شوي بيكون يعني صعب على الشخص، إنه يعني لو أنا مكانك بحس إنه ما أدري شلون، مو يعني بالعكس أنا أوكي، ما أدري شلون أنا أوكي والله أنا أوكي. شلون أوكي؟ عادي يعني أنا شنو تسوي لي عادي. شنو سووا يعني؟ شنو لو أي شيء تسوي؟ أقول لك يعني لو أي شخص، يعني مو أتكلم عن إدارة، عن أي أحد، أي أحد سواء أي إنسان. أنا إنسان نظيف بس هاي أسهل جواب. أنت إنسان نظيف قدرت تقول حق أي كان المؤثر في هاي الموضوع، قدرت تواجهه باللي صار؟ انه صار واحد صار اثنين ليش؟ ولا سكت؟ سكت. اوكي. من النوع اللي ما عمر راسي كلش.
ولا من نوع اللي احب نقاشات ولا من نوع اللي احب اوصل حق شيء يعني يمكن ياثر فيني بعدين، فاركز في الشيء اللي بيساعدني اكثر من اللي يضرني. ما قدرت تقول حق برونو ليش؟ لا ولا تظن انك بتقولها له في يوم من الايام. جو كرة السلة قبل كان واجد أحلى من الحين، يعني قبل كان خلنا نقول روح رياضية طاغية على المجال. ما أعرف شنو بتفكرون الحين أو شنو لازم تفكرون. كل هذه المواضيع صح كانت أو خطأ أنتوا تعرفون، ما في دخان من غير نار هذه أكيد، بس مثل هالنوع من المواضيع ركزوا معاي في اللي بقوله بالتفصيل. هذه المواضيع نشوفها مرة عادي ومرة نشوفها تعدي، بس لا إن صاير واجد كله تنشن، ما قاعد تستمتعين في كل شيء. يعني كان في تنافس قبل، كان في هواش، كان في كل شيء، بس أنا تحسين إن في روح رياضية، كان في محبة احترام. أثرها يبقى، وتكسر شيء صعب يتصلح بعدين. الحين الوضع صاير كلش غير، صاير يعني كأنش سوري بس إنه كنا صار في غابة، كل واحد يبي يضر الثاني، يأذي الثاني، هاي شيء محلو في الرياضة كامل وخاصة في مجال السلة، هاي شيء كريه، خاصة إذا عاشرت الفترة اللي قبل تتضايق من هالشيء. مثل ما قلت لكم في البداية، أمشي عدل يحتار عدوك فيك، وما خلصنا للحين. في النهاية اللي قلناه اليوم ممكن يتغير في ثانية، والثانية عند أهل السلة تغير قدر.